بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا محترم جناب قاری عبدالباسط شہاد حافظہ اللہ تعالی سے. بڑی خوبصورت آواز, بڑی مشہور کن آواز, انشاءاللہ آپ کے ان کی تلاوت سن کے آپ کے دلوں کی کھیتیاں لہلہا جائیں گی. تلاوت کلام پاک فرمائیں گے محترم قاری عبدالباسط شہاد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ وكذلك
وغیرہ. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسوى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا صدق الله العظيم.
اشهد ان لا اله الا الله